رمضان ليه روح، باب للجار مفتوح، وعيال بالفوانيس رايحة وجاي تغني لرمضان. أهل وأحباب مع لمة أصحاب، ريحة أيام خير ومحبة وفرحة في كل مكان. رمضان رمضان شهر بدايته الفرحة وآخره ليلة العيد. رمضان 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 نهوي، والخير بيزيد ويزيد أكتر، ونحس ببعض كمان وكمان. رمضان 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 نهوي، والخير بيزيد ونحس ببعض كمان وكمان. في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. وإيه بقى هي التفاصيل يا سيبندق؟ أكيد طبعا تقصد الكنافة بالمانجا والقطايف والبقلاوة بالمكسرات، ما أنا عارفاك بتحب الأكل زي يعني. وفوانيس رمضان اللي في كل مكان، ولمتنا ويا الحبايب والخلان. الله يا توتة، رمضان فعلا في مصر حاجة تانية. ورمضان مع شخصيتنا النهاردة هيبقى حاجة تالتة خالص يا بندق. بجد؟ طيب هنقابل مين النهاردة يا توت؟ شوقتيني. هنقابل مايسترو اللغة العربية، لغة الضاد، معاه سهلة ومفهومة بيشرحها بكل سهولة. علشان كده كان مطلب جماهيري اننا نروح له النهاردة ونقول له كل سنة وحضرتك طيب مستر وائل. هي بجد مستر وائل؟ اكيد طبعا، ومين غيره مستر وائل اللي كلنا بنحبه. يلا بينا يا توتة علشان ما نتأخرش عليه. يلا بينا يا بندق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخبار حضرتك يا مستر وائل؟ كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم يا مستر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانت طيبين جميعا. كل سنة وانت طيب يا بندق. كل سنة وانت طيبة يا توتة. حضرتك طيب يا مستر. مستر وائل، حبيت حضرتك تشارك معنا في وزير كان يا مكان مع توتة وبندق، اللي بنتكلم فيها عن الصحابة والصحابيات، وكمان بنتكلم عن شخصيات أثرت فينا. ياريت حضرتك تكلمنا عن شخصية أثرت في حضرتك. أكيد شرف كبير لي أن أكون معاكم النهاردة. والشخصية اللي أثرت فيها جدا هو شخصية لصحابي جليل من كرام بني هاشم، يعتبر من أصغر الصحابة سنا وأصغر رواة الحديث. وإيه كمان؟ هاجر مع والديه في الهجرة الأولى إلى الحبشة وتربى هناك. توفي أبوه في السنة الثامنة من الهجرة في غزوة مؤتة. بعدها تربى في بيت النبوة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وإيه كمان يا مستر؟
تزوج من الصحابية الجليلة زينب بنت علي بن أبي طالب. وإيه كمان يا مستر؟ لقب ببحر الجود لاتصافه بكرمه وعفة نفسه وكرامته، وكان يشتهر بالتصدق على الفقراء، وكان من أغنياء بني قريش. عرفت يا بندق؟ عرفت يا توتة. قولي يا توتة، أنا خلاص عرفته. لا يا بندق استنى، لازم ندي فرصة لأصحابنا الحلوين يعرفوا مين هو الصحابي الجليل اللي كلمنا عنه مستر وائل النهاردة، ونقول لأصحابنا الحلوين لو عرفتوا الحق اكتبوه في تعليق على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوش تكتبوا الاسم ثلاثي والصف الدراسي اللي انتوا فيه. وبنشكر ضيف حلقتنا النهاردة مستر وائل، حضرتك شرفتنا بوجودك معانا النهاردة يا مستر. شكرا جزيلا لحضرتك مستر وائل، نورت حلقتنا النهاردة. شكرا لكم كلكم، ورمضان كريم، كل سنة وانتوا طيبين. حضرتك طيب، ونشوفكم الحلقة الجاية مع توتا وبندو. باي باي. قولوا معانا